دينا ولا زلنا معاكم وحديث التعليمية بنبتدي معاكم أولى فقراتنا من داخل الاستوديو الهواء مباشرة، ويمكن هنتكلم على موضوع مهم زي ما نوهنا عنه في البداية. هنتكلم عن التعلم الذكي. التعلم الذكي هو شكل من أشكال التعليم في العمليات التعليمية بشكل عام. هنتكلم على ماذا نعني بكلمة التعلم الذكي، هنتكلم على دور الوزارة، هنتكلم على دور الإدارة التعليمية في دعم هذا النوع من التعلم، هنتكلم على كيفية تدريب المعلمين للتعلم الذكي وأيضا على مدى استجابة المعلمين، وهنتكلم على المعوقات اللي بتقابلنا دون تنفيذ هذا النوع من التعلم. كل هذه المعلومات هتفيدنا وتحدثنا عنها دكتور ابتسام عبد التواب، خبير تربوي وتدريبي. اهلا بيك يا فندم معانا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. دكتور ابتسام، في البدايه يمكن كلمه التعلم الذكي دايما احنا بنربطها في معرفتنا العاديه، في كلامنا الحواري العادي دايما بنقول ان هي يعني مواكبه التعليم للتطور التكنولوجي. عايزين يعني ناخد من وجود حضرتك معانا المعنى السليم لكلمه التعلم الذكي. هو التعلم الذكي هو تعلم قائم على احتياجات المتعلم ومقابلتها باحتياجات المجتمع ايضا والتطور الحادث في العالم. فهنا بيبقى له شكل مختلف خالص عن التعلم التقليدي. هو تعلم فعلا بيستفيد جدا من التغيرات التكنولوجيه، الطالب بيستجيب في الطالب وفق قدراته وامكانياته وخصائصه. فهو صيغه تعليميه مرتكزه اكتر على المتعلم اللي موجه ليه هذا النوع من التعليم، بيوظف كل المستجدات العصر لخدمة هذا الطالب. تمام، لو حبينا نتكلم على أهداف التعلم الذكي باختصار شديد، أهداف التعلم الذكي تتمثل في تقديم نوعية من التعليم الحديثة المواكبة للعصر، المواكبة لاحتياجات سوق العمل، لأن عندي سوق العمل دلوقتي بقى له صبغة مختلفة عن سوق العمل التقليدي، يحتاج مهارات ومعارف تختلف تماما عن ما سبق. وبالتالي التعلم الذكي هو هدفه إعداد هذا الطالب ليكون عضو فعال في المجتمع بالصيغة المناسبة للتقدم التكنولوجي المتسارع كمان. يعني التعلم الذكي بيهدف مش بس تدريبه على أنه يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لأنه يكون عنده القدرة على تطوير ذاته ويكسبوا القدرة على التعلم الذاتي مدى الحياة. ده من الأهداف الأساسية جدا في التعلم الذكي. طب هل التعلم الذكي بيطبق في كل المراحل الدراسية ولا مرحلة دون الأخرى؟ هو للأسف مش مطبق لدرجة إن احنا نقول في مرحلة أو مش في مرحلة. هو في نقص شديد جدا في الإمكانيات ونقص شديد في الكوادر البشرية المدربة على هذا النوع من التعليم، وبالتالي تطبيقه محصور في أماكن ضيقة جدا. زي هو في المدارس اللي قدرت توفر الإمكانيات، يعني مدارس مؤهلة للجودة أو للحصول على الاعتماد أو تم اعتمادها فعلا، دي بيبقى متوفر لها الإمكانيات. مدارس الإمكانيات المادية للمجتمع المحيط بها تساعد في توفير هذه التكنولوجيا. الوزارة أهلت بعض المدارس لتطبيق التجربة لكن لم تعمم إلى الآن. حتى لما الوزارة وزعت التابلت على الطلاب للأسف ما كانش فيه إمكانية إن المعلم يعلم الطلاب لأنه غير مؤهل لاستخدامه. تمام، دي كانت مشكلة نتفهم تانية. من كلام حضرتك إن يعني معنى كلمة يعني التعلم الذكي بشكل دقيق هي مواكبة المعلم للتطور التكنولوجي اللي أصبح الطالب عفوا بيعلمه، لأنه هو بيتعايش مع العصر اللي موجود فيه التطور التكنولوجي، ويكاد المعلم يكون بيسبقه بسنوات كتير، فيعني غير مواكب في معظم الأوقات. الطالب هو أسبق دلوقتي من المعلم. دي حقيقة فعلا، حتى الأطفال الصغيرين لديهم العديد من المعلومات في كافة التكنولوجيا. حابين نتكلم بقى على التطور، هل هيكون في المجال أو المادة التعليمية ولا التطور في كل الأشياء اللي بتحيط بيه من أوجه الحياة بشكل عام؟ هو التطور في المادة التعليمية حدث بالفعل. المناهج بتحدث وبتحط في بيضاف ليها المعلومات والنظريات العلمية الحديثة، لكن طريقة تقديمها ما زالت يشبه التقليدية. تمام. لم تتواكب مع التقدم في المادة العلمية، لأن برضو عندي إشكاليات كتير عشان أغير نمط التعليم بتاعي لتعليم ذكي. أنا محتاجة حاجات كتير جدا بس انا مجبر عليها. طب احنا في معوقات لدينا، يعني حضرتك يمكن بتقولي محتاجه حاجات، الحاجات دي معوق. موجوده. اهم معوق عندي الامكانيات ونقص تدريب المعلم فعليا على هذه التكنولوجيا الحديثه.
ما عندي يعني الكم، المعامل المتاحة، كم الإمكانيات المتاحة، شكل الدورات التدريبية اللي بتقدم للمعلم لا يساعده ولا يؤهله لمثل هذا المتطلب، لأن محتاج أنا ما أقدرش النهاردة أقول إني هحول التعلم بتاعي، عندي سمارت بورد في بعض المدارس، عندي قاعات كمبيوتر وقاعات إنترنت، بس مش كل المدرسين مؤهلين للتعامل مع هذه الأشياء، مش كل الناس تلقت هذا التدريب. دي من ناحية، الناحية التانية الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة نفسها، إن دي عهدة وبمبالغ كبيرة فما نقدرش نستخدمها علشان ما نتحملش مسؤوليتها، فبنحطها في المخازن أو بنحطها ونغطيها ونفضل بالوايت بورد زي ما احنا. تمام، احنا فهي عايزين الجديد، مش عايزين معوقات تعطلنا، لان زي ما احنا شايفين ان في تطور وليه تأثير كبير جدا في تقدم العمليات التعليمية بداية من الطالب، وده اللي احنا محتاجينه، هو احنا العنصر البشري. مجبرين ان احنا نتطور، ما قدامناش خيار، لا نملك خيار ان احنا لا نتطور تمام، ولا طيب نملك خيار ترك المعلم كما هو عليه. تمام طيب دكتور ابتسام، التدريب الخاص بالمعلم هو شكله ايه؟ هل هو بيبقى ايامه قد ايه؟ بيتجه المعلم يتدرب فين؟ عدد الكورسات اللي بياخدها؟ هل فترة اجازة صيفية ولا اثناء الدراسة؟ واي من المعلمين، اي نوع او اي شريحة بيرشح ليه التدريب؟ هو احنا عندنا اكتر من صيغة لتدريب المعلم، تمام كلها بتدخل تحت اطار التنمية المهنية. عندي الأكاديمية المهنية للمعلم اللي أنشأت بقانون في 2008، وعندي الدورات التدريبية اللي بتقوم بها إدارات التدريب في المديريات التعليمية المختلفة، عندي ورش تعليمية بيقوم بها التوجيه الفني لكل مادة متخصصة، عندي الورش العمل والدورات التدريبية الداخلية داخل المدرسة لما بيكون عندها وحدة تدريب وجودة. فعندي أشكال كتير جدا من التدريب. لو مسكنا الأكاديمية، الأكاديمية بتوفر تدريب الترقي فقط. تمام تدريب الترقي بما إنه بيستهدف عدد كبير جدا من المعلمين وبيبقى قدامهم فترة قصيرة، فالقاعات مكتظة، ورش العمل قليلة، بيغلب عليها الطابع النظري أكتر منها طابع عملي. فدي بس هي ترقي، وبيبقى كل 5 سنين لما المعلم يكون هيتنقل من مرحلة وظيفية لمرحلة تانية. يعني أنا بدربه لما يكون معلم مساعد عشان أعينه، يقعد 6 سنين بدون تدريب ويجي لي علشان أنقله لمعلم، خمس تمام سنين أنقله لمعلم أول ألف، 5 سنين أنقله لمعلم خبير، وهكذا. فأنا بديله تدريب ترقي كل 5 سنين. تمام لو حبينا نتكلم على أثر التدريب على المعلم، هل ليه تأثير وهل فيه إحصائية وهل بدأنا فعلا في التدريب؟ هو المركز القومي للامتحانات بيعمل دراسة عن قياس أثر التدريب، فعلا بياخد عينة استطلاعية من بعض المدارس ويقيس أثر التدريب اللي تلقاه المعلمين، ولسه ما أعلنتش النتائج بتاعته. لكن من خلال الزيارات الميدانية في معلمين فعلا تحمسوا، عندهم الرغبة، فبدأ هو يكمل. يعني أخد زي ما احنا بنقول الأكاديمية بتديني البذرة، بتفتح لي الطريق، بتقولي انت مطلوب تعرف معلومات عن 1 و2 و10. تمام انا كمعلم عندي الحماس وعندي الرغبة في تطوير ذاتي، انا ببدأ بقى تبقى دي نقطة انطلاق ليا. فدي الطفرة اللي عملتها الأكاديمية، انها ورت للناس طرق ومجالات ان هم يحاولوا ينموا نفسهم فيها. المعلم اللي فعلا بيتجه بالشكل ده تدريب اداؤه بيختلف تماما، نتائج طلابه بتختلف. تمام لكن انا ما عنديش الالزام، ما عنديش الربط بين، هو في القانون في ربط بين اداء المعلم وبين التقرير بتاعه، تقرير اداء كفاءة العاملين اللي بيجي له اخر السنة. لكن في ارض الواقع ما فيش الربط ده للاسف، فبالتالي هو مش ملزم انه يطبق اللي اتدرب عليه. طيب يعني فدي إشكالية. لسه النتائج او الاحصائيه ما تمش الاعلان عنها. الدراسة اللي بيعملها المركز القومي لم يعلنها بعد، تمام. لسه في بنحتاجها. مدارس يعني خاصه او اجنبيه بتقوم بتدريب المعلم وده بالفعل بدأ، هل ده بدأنا تنفيذه في المدارس الحكوميه؟ ما انا بقول لحضرتك المدارس الحكومية عندها تدريبات متنوعة، تدريب الأكاديمية ده تدريب ترقي لو ركناه لوحده. انا عندي كل مستشار مادة بيعمل تدريب للمعلمين بتوعه، ده تدريب دوري مستمر،
ما بيعديش سنة إلا لما بيتعمل على المناهج الجديدة، لكن هو ناقصه التكنولوجيا، مشكلته ناقص يعني تعتبر المعامل دكتور التكنولوجية ابتسام المعوقات هنا معوقات مادية أكتر في منها كل بشرية. المدارس، لا معظم، في مش كل، معظم المدارس مش كلها، مش كل، ولكن هي إن معوقات مادية في توافر التكنولوجي في مدارس تم تجهيزها بالفعل. بالفعل، في قاعات تدريب تم تجهيزها، وفي أماكن ما شافتش الحاجات دي، لأن احنا طبعا احنا دولة نامية ولينا ميزانية، فما تعممتش. تمام. يمكن في وسائل معلوماتية حديثة، هل بتؤثر على المعلم ولا ضد المعلم؟ لا هي مع المعلم المطلع، معاه معي معايا معامل مساعد جدا جدا، المعلم انها اللي بيطلع بتزوده بخبرة بتوسع اكتر و مداركه، بتوسع قدرته على ان هو يؤدي او يوصل رسالته يكون للطالب عنده بطريقة طلاقة في الرسالة جدا التعليمية. جدا. يعني هي مع المعلم اللي بيستخدمها، لكن المعلم اللي لا يستخدمها بتبقى وبال عليه طبعا، لانه تمام بيبقى بعيد خالص، في فجوة كبيرة بينه وبين الطلاب بتوعه. تمام احنا معانا مجموعة صور دكتور ابتسام، هل الصور دي بتخص التعلم الذكي؟ لا هي انا هنا احنا كنا اللي بيهمنا نركز عليه ثقافة الاستثمار في رأس المال البشري، اني اصرف على التدريب المعلم، لان اللي هصرفه على تدريب المعلم هيعود لي اضعاف مضاعفة، فما هوش استهلاك التدريب. ده اللي احنا محتاجينه، نبص للتدريب انه نظرة استثمارية اكتر منها نظرة استهلاكية. ففي دراسة قام بيها علماء الاقتصاد كانوا بيتكلموا عن مصادر الثروة للأمم. مصادر الثروة للأمم قالوا إن رأس المال المادي تمام. المنقول هو عبارة احنا معانا كمان بيشكل الصورة دي 16 على الشاشة يا دكتور، لو حضرتك تعلقي عليها معانا. هو اتفضلي. رأس المال المادي الأموال والتجارة وما إلى ذلك يمثل 16% من ثروة الأمم. لو قلنا عشان اعمل ثروه تراكميه في دوله ما، راس المال الطبيعي ممتلكاتها الطبيعيه ثرواتها الطبيعيه اللي موجوده 20%، لكن 64% من ثروتها بيتمثل في البشر. وده اللي بيخلينا نتكلم النهارده في التدريب، ان انا علشان اقدر استفيد من، انا بتكلم اني عايز اعمل تجاره وعايز اعمل مصانع وعايز وعايز وعايز، انا كل ده من غير العنصر البشري بقى صفر، ما بقالوش اي مردود. فبالتالي العلماء حسبوها بمعادلات خاصه اقتصاديه خاصه بيهم، ان من نجاح الامم وتكوين ثرواتها استثمارها في البشر، واول نقطه في استثمار البشر تدريب البشر وتعليمهم تمام. تعليم جيد. علشان كده انا لو عايز اعد جيل افضل للعصر القادم تمام. انه يتولى قياده الدوله، أعتقد إن الاهتمام اديله، بالتنمية البشرية أو بالبشر أكثر يعني. ما هو ده اللي قالته الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لما اتكلمت عن التنمية البشرية قالت إنها توسيع خيارات الناس بتوفير تعليم جيد، تمام. رعاية صحية متكاملة، فرص أنا لسه كنت تشغيل. هقول يعني عشان يعني وبالتالي بمعنى أصح يا دكتور، عفوا بدون قطع كلام حضرتك، عشان أخرج بعنصر بشري يعني أفضل لابد الاهتمام بالشكل التعليمي والجانب الصحي، ما هو ده وده اللي محتاجينه هنا بيدخلنا، في مصر كمان يا دكتور. ده اللي بيدخلنا حضرتك لان احنا نتكلم عن رأس المال البشري. تمام. رأس المال البشري اللي هو اهم استثمار للامم هو عبارة عن المعارف والقدرات صحيح. والمهارات التي تجعل العنصر البشري قادر على اداء واجباته، تمام. ومن هنا انا محتاج ان انا استثمر فيه، وده بيخليني اوجه اهتمام كبير جدا لتعليم هذا العنصر ولرعايته الطبية. وبالتالي المخرجات بتاعت مجتمعي هي بتتوقف على هذا. لو أنا عايزة مجتمع متميز، عايزة مجتمع متقدم، عايزة مجتمع يحقق مكانته المرجوة على المستوى العالمي، يبقى لازم أدور على التعليم والرعاية الصحية. التعليم يبقى أنا عايزة في بيتكون من عملية التعليم تمام. بتتكون من 4 مكونات رئيسية، عندي معلم، عندي متعلم، عندي اللي هي محتوى أركان تعليمي، العملية التعليمية. أركان العملية التعليمية، وعندي بيئة تعليمية. بيئة تعليمية هيبقى فيها المبنى، هيبقى فيها القوانين،
هيبقى فيها العلاقات، هيبقى فيها الثقافة المجتمعية. أنا كل العوامل دي أنا محتاجاها، لو بصينا فيهم هنلاقي العنصر البشري عامل حاسم فيهم وعامل متكرر معايا. بالتالي أنا محتاجة أوجه التدريب بتاعي للإدارة المدرسية، وأوجه التدريب للمعلم، وأوجه تدريب آخر للمتعلم. أنا المتعلم جاي لي بنتكلم إنه سبق المعلم بتاعه في التكنولوجيا وعنده معلومات كتيرة سابقة كتير من مدرسينه، تمام. بس هل هو موظفة في اتجاه تحقيق أهداف المجتمع وأهدافه هو الشخصية؟ علمته إزاي يعمل أهداف؟ ده جزء مهم جدا إن أنا أبدأ أتكلم مع ولادي الطلاب نفسهم. بنسميها تنمية بشرية، هي المعنى بس مش بالمعنى الدارج، انا مش عايزه احصرها في التنميه البشريه معنى الدارج. انا بتكلم ان الطالب اللي بيجي لي انا محتاج اديله مهارات شخصيه تساعده ان هو يواكب الحياه صح، يخطط لنفسه ازاي، ازاي يقدر ان هو يكون عنده نظره مستقبليه، تمام. ازاي ينظم حياته، ازاي يحدد اهدافه، ازاي ينظم وقته، ازاي هيرتب اولوياته، ازاي يبقى عارف يحقق نجاحه. دي كلها حاجات جانبيه انا بسيبها لاجتهادات المدارس، انا محتاج ان انا ادخلها ضمن المحتوى التعليمي بتاعي، وادرب المعلم ازاي ان هو يدخلها ضمن التدريس بتاعه بما نسميه المنهج الخفي، القيم والمعتقدات اللي انا ببصها للطلاب بتوعي اثناء التدريس. المعلم بتاعي محتاج ان انا ادخل معاه في عمليه تنميه مهنيه مستمره. المعلم محتاج، انا للاسف من خلال شغلنا في التدريب اصعب فئه بنحاول بتقاوم التغيير المعلم، لانه بحكم وقفته ان هو يمتلك الحقيقه، ان هو اللي دايما بيقدم المعرفه، لما بيجي يقعد في مقعد المتدرب بيبقى صعب عليه شويه. تمام. انا محتاجه اني اوصل له فكره تعلم مدى الحياه، ان لو انت ما تعلمتش اكيد هتتراجع والدنيا هتسبقك وهتتقهقر، هتتقهقر ما تقوليش مش مشكله الوظيفه، لو انت باصص للمرتب بتاعك وباصص للعائد، لو ما كنتش على اعلى مستوى وعلى احدث مستجدات المهنه بتاعتك محدش هيشغلك، وبالتالي هترجع تشتكي ونلف في الدايره المفرغه، انا مرتبي مش مكفيني، انا محتاج دخل خارجي وما عنديش دخل خارجي. ما هو انت ما عندكش المهارات اللازمه لانك تجيب دخل خارجي. عندي مشكله في الاداره المدرسيه. عايز توصيني المهارات اللازمه عشان يجيب يعني دخل خارجي عن طريق لا دروس مش الخصوصيه لا يا مثلا؟ فندم، لا يا فندم، تمام. اصل هقول لحضرتك حاجه بنهاجمها يا صغيره. دكتور ابتسام. لا في نقطه، معلش لحظه، انا علشان احقق ثقتي واعتزازي بذاتي جزء منه مستمد من نجاحي ومن تأثيري على الآخرين. تمام. لو أنا متراجع في معلوماتي وفي مهاراتي وفي قدراتي، كلام سليم. هدخل الفصل مش هأثر على الطلبة بتوعي، وإحنا دلوقتي بقينا في عصر الطالب ما بيخافش فيه. وكمان الطالب أحيانا بيصارح المعلم، هو خلاص فاهم منه ولا مش فاهم منه، وأحيانا عنده بيختار جرأة، المعلم. عنده جرأة بيختار في التعبير المعلم. عن ذاته. صحيح. بالتالي أنا عندي هنا دلوقتي، أنت كمعلم عايز تحافظ على نفسك، فكرة النقاط اللي طرحها وزير التعليم كوسيلة لرفع العملية التعليمية، هو النهاردة لما هيحط النقاط دي وأنا معلم ما تلقيتش تدريبات وثابت على اللي أنا اتعلمته في الجامعة من 20 سنة، فيني من النقاط دي هحقق منها ايه؟ طب هل وبالتالي دخلي هينحدر. طيب دكتور ابتسام، هل كل المعلمين من حقهم ان هم يخضعوا للتعلم الذكي او للتدريب، ولا بيتم اختيار معلم دون معلم اخر؟ هو بالنسبه لتدريبات الترقي اجباريه. تمام. بالنسبه احنا عايزين بقى الافضل للتدريبات منها، الاخرى، التدريبات اللي بتواكب التطور التكنولوجي. التدريبات الاخرى اللي بتقدم من خلال وحدات التدريب سواء في المديريه او في المدرسه هي بيبقى فيها ترشيحات. تمام. ما ليست إجبارية، وبرضو أنا مش عايزة أفضل حاطه المعلم تحت قهر الإجبار، عايزه أوصل إن المعلم نفسه هو اللي يسعى لتطوير ذاته. صحيح. فبالتالي إحنا محتاجين نغير الثقافة، ثقافة التغيير، ثقافة إن ندخل ونؤمن بالآية القرآنية اللي بتقول وفوق كل ذي علم عليم. حضرتك مدرس وعلى راسي من فوق، قريت كتب كتير وبتشرح للولاد، بس ما زال في كتير قوي لسه ما نعرفوش. تمام. فبالتالي احنا محتاجين ندخل الجزء ده من الثقافة، ان المعلم يحتاج باستمرار هو اللي يسعى انه يدرب. طب هيسعى انه يتدرب ازاي؟
لازم علشان يسعى انه يجي لي انا مثلا، لو انا بنظم تدريب معين عشان يجي لي المعلم لازم يبقى فيه عائد لهذا التدريب، عائد معنوي، عائد علمي، عائد مادي. هندور كل واحد فينا له العائد اللي بيناسبه، لان تمام. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا شخصيات مختلفة فتبع نوع شخصيتنا. فانا عندي هنا لما بيروح التدريب وبيرجع ايه اللي بياخده معاه وهو راجع؟ ولا حاجة. تمام. لما بيرجع مدرسته بيلاقي جدوله مستنيه، منهجه متأخر غالبا، وهو شايل هم طول ما هو قاعد في القاعة التدريبية، شايل هم المنهج اللي متأخر عليه في المدرسة. دي جزئية. الجزئية التانية، مش هيكون متحمس ولا قاعد عندي في قاعة التدريب إلا لو المادة اللي تقدم فيها إضافة ليه. يبقى إحنا محتاجين منظومة التدريب بتاعتنا يبقى ندقق فيها شوية. تمام. أنا طب دكتور ابتسام، عفوا، يعني هل المعلم اللي بيخضع ليه التدريب من حقه ان هو يعني يقول رأيه او طبعا يتطور في الكتاب المدرسي، في الحشو اللي داخل الكتاب المدرسي، في درس معين الطالب بالنسبة له بيصعب فهمه او بيبقى لا، مش سهل هنا عليه، في نقطة ولا معلش. دي بعيدا عن المعلم وعن تدريبه؟ لا، في نقطة، هو المعلم من حقه يقول رأيه في الكتاب المدرسي وما يراه فيه، سواء حشو أو أخطاء أو أشياء لأن يريد دي تغيير شكاوى كلها من جانب الطلبة أو أولياء الأمور. من جانب الطلبة أو وأولياء الأمور. المعلم بينقلها للموجه، والموجه بينقلها لمستشار المادة. تمام. دي ده الاتجاه ده دور بتاع المعلم هنا. دور المعلم، إنه ينقل ويسمع ليه. دي ليها بقى معايير تانية طبعا مش بتاعتنا. بالتأكيد، يعني دي تابعة لكن لوزارة هو التربية من والتعليم. حقه إن هو يقول رأيه في البرامج التدريبية، ده إجباري تمام. يعني، ده شيء في نهاية كل تدريب بنروحه، احنا بنقيم التدريب بتاعنا من كل العناصر بتاعته. تمام. طيب دكتور، يعني بالنسبة لي المعلم يعني هو بيقول رأيه فقط، أكيد الوزارة ليها دور، الإدارة التعليمية ليها دور في تدريب المعلم عن طريق التعلم الذكي. عايزين نتكلم على دور الوزارة وأيضا نتكلم على دور الإدارة والمدرسة بشكل عام. حاضر. انا عندي هنا الوزارة زي ما بقول لحضرتك عندها اتجاهين ماشية فيهم، اتجاه الأكاديمية المهنية، ودي قايمة بدورها في تدريب كافة معلمي مصر لمن يستحق الترقي تمام. ومن يلتحق مجددا بمهنة التعليم. الدور الثاني، الوزارة عندها مخصصات مالية في حدودها بتوزع الدورات التدريبية على المديريات المختلفة على مستوى الجمهورية، بتقدم التدريب بخطط سنوية ماشية فيها للتدريب على الجديد في المناهج وعلى الجديد في طرق التدريس. فهي بتقدم نوعين من التدريب للمعلم، نوع أكاديمي بيشرح له الكتاب الجديد في المنهج بتاعه ايه، يشرحه ازاي، وفي النوع التاني تربوي. تربوي بيشمل بقى استراتيجيات التدريس الحديثة بما فيها التعلم الذكي، بتقدم له فيها كيفية صنع وإنتاج الوسيلة التعليمية اللي هيستخدمها، بتقدم له كيفية التعامل التربوي مع الطالب اللي قدامه، كيفية حل المشكلات التعليمية والتربوية، كيفية إدارة الصف، كيفية تقويم الطلاب، موضوعات كتيرة جدا جدا بتدخل ضمن نطاق التدريب التربوي. بس هي المسألة إن محتاجين كتير، ايه اللي محتاجينه يا دكتور ابتسام؟ يعني محتاجين، محتاجين قلتي ميزانية، معوقات، هي معوقات مادية، هل ميزانية بتطالب أضعاف الوزارة بتوفير أضعاف. المعوقات دي؟ طبعا طبعا احنا محتاجين، بس يعني احنا بدأنا كمان، حضرتك بتقولي بدأنا بالفعل في معظم المدارس. بدأت حضرتك المدارس، ومع ظهور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ظهرت الفكرة البديلة عن احتياجات المخصصات المالية للوزارة في جانب التدريب، إنها أنشأت وحدة تدريب في كل مدرسة تمام. خاضعة للاعتماد. هذه الوحدات التدريبية جزء أساسي من نشاطها تدريب المعلمين على كل ما يستجد في مجال عملهم. فدي كانت تجربة حلوة جدا ورائعة جدا، محتاجة تعميم، محتاجة إن احنا نديها اهتمام أكتر، محتاجة إن الإدارة المدرسية تكون داعمة ليها.
طيب هي في دورات تدريبية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بترشح ليها الوزارة العديد من المعلمين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي من شوية، وفي دورات تدريبية يعني بمعنى أصح هي بتقوم بيها بعض الجهات الأجنبية، هل في فرق ما بينهم وحضرتك بتفضلي أي منهم؟ هي هقول لحضرتك حاجة. طبعا الجهات الأجنبية بتشيل عننا عبء كبير قوي من التكلفة المالية، بتجيب معاها مستجدات أو حاجات جديدة علينا، مناهج جديدة، طرق جديدة، إمكانياتهم حلوة جدا، أساليب التدريب عندهم عالية قوي قوي قوي، فعلا very very professional. تمام. بس المسألة طب ما ده محتاجينه في تدريبنا احنا يا دكتور ابتسام، انا يعني محتاجين محتاجاهم يعملوا لي تدريب مدربين يدربوا لي كوادر، مش ياخدوا المعلم بس. يعني الجهات المانحة انا محتاجاها تدرب لي مدربين ينتشروا على نطاق الجمهورية كلها، مش على المنحة المقدمة. لما تجي لي جهة مانحة هتدرب لي 30 40 50، طب بقية الجمهورية انا عندي مليون، حوالي مليون ونص معلم. تمام. انا محتاج بقى ان الجهات المانحة دي لما تجيلي نحاول ان احنا نخرج من عندنا احنا صف تاني يقوم باللي هما بيقوموه، ياخدوا التكنيك بتاعهم، ياخدوا الآليات بتاعة الشغل يطبقوها في تدريباتنا المحلية. تمام. كتير من المدارس بيحتاجوا دائما، او اولياء الامور او الطلبه داخل الفصول بنحتاج الاستفاده من مهارات المعلم بشكل عام داخل الفصل وداخل المدرسه. المعلم محتاج بيئه شكلها ايه عشان يتم الاستفاده من خبراته ومن ما يمتلكه من معلومات؟ المعلم محتاج بيئة داعمة ليه، بمعنى ان لما يكون راجع من دورة تدريبية معاه اسلوب جديد للتدريس، ما توقفش الإدارة قدامه، تشجعه، توفر له الإمكانيات، تساعده انه يوصل اللي اكتسبه في الدورة التدريبية لباقي زملائه. زي ما حضرتك لسه اشرتي للجهات المانحة، المعلمين اللي بيرجعوا لنا من الدورات دي مستواهم فوق الممتاز. تمام. محتاجة ان لما اخد الدورة التدريبية وارجع بقى مدرستي الاقي البيئة كلها بتدعمني اني اطبق اللي انا اخدته. محدش يقول لي شكل التدريس بتاعك مختلف، انت كده بتقعدي الولاد بطريقة غلط. الثقافة، ارجع تاني واقول لحضرتك ثقافة التغيير، محتاجين ان احنا نؤمن بثقافة التغيير، ان احنا لازم نتغير. التعليم اللي الطالب فيه قاعد مربوط في الديسك وبيسمع وبس بقى تعليم عقيم غير مجدي، وتسبب لنا في كل المشاكل المجتمعية والفكرية اللي شبابنا بيعاني منها. أنا ما أقدرش أبرأ أسلوب التعليم التلقيني من اللي شبابنا بيعانوا منه، بالتالي أنا محتاجة كمدرس أتلقى تدريب حديث، إن أرجع ألاقي ولي الأمر يساعدني، ما قوليش لأ ابني مش قاعد في المكان اللي أنا عايزه، لأ رجعولي صحيح. ويتخانق معايا. محتاجة ان يكون عندي الحرية ان خد مني منتج في الاخر، حاسبني على المنتج، ما تحاسبنيش ان انا مشيت على رأي وهوى الموجه، لان برضو انا لما اتدرب وموجهي ما اتدربش صحيح. هيجي يقيمني هيقول ما طب دي نفذتش مسؤولية مين دكتور التعليمات. ابتسام؟ يعني لما يكون الموجه ما خضعش ليه التدريب في التعلم الذكي وايضا المعلم خاضع ليه التدريب، الفكرة هيبقى مختلف، دي مسؤولية مين؟ دي كارثة احنا بنعاني منها جوه مدارسنا طب اوجه اساسا. الحلول اللي تقدم ليها هي ايه؟ لازم الموجه، ما فيش حاجه اسمها الموجه كبر ما يتدربش. طب هل في رفض من اللي من عفوا يعني انا كوني موجه ويعني بيتم ارسالي ليه تدريب بتبقى كبيرة شوية، انا هتدرب انا مركزي، هل ده بتواجهوه فعلا؟ طبعا طبعا، ده يعني ما انا عشان كده بقول لحضرتك احنا محتاجين تغيير ثقافة. ثقافه. صحيح. مشكلتنا كلها مركزه في ان احنا خلاص هذا ما الفينا عليه اباؤنا، انا موجه، انا السلطه الاعلى، انا ما حدش يعدل عليا. دي محتاجه تتغير. انا مدير مدرسه طلعت بتعلم بالكرباج، عايز اعلم ولاد الناس بالكرباج اللي اتعلمت بيه، برضو دي محتاجه تغيير. بس اكيد المدرس يا دكتور بتاعي ابتسام شكل الحياه حوالين المواجه اللي حضرتك بتتكلمي عنه او مدير المدرسه اختلف كتير قوي، يعني احنا هنشوف المواجه ده حتى احفاده واولاده اكيد اختلفوا معاه في الطريقه، فاكيد ده هينعكس على العمليه التعليميه بشكل اللي عام. تطور منهم، اللي تطور من الموجهين تهم جدا جدا. بالعكس لما بيلاقي مدرس بدأ يجيب معلومات اكتر بيبدأ هو ينمي نفسه اكتر واكتر، حتى خارج اطار المؤسسة
بمعنى ايه؟ ان هو بيبحث عن اماكن فيها تدريب خاص وبيروح يدرب نفسه. الموجه اللي عنده الفكر ده، فكر التطوير، لكن الموجه اللي ما عندوش هو ده اللي ما زال طب هل قدامنا الوزارة عقبة. بتوجه بمعنى أصح نداءات تدريبية للمواجهين أيضا ولمديرين المدارس، ولا التدريبات بتخص أيضا المعلم فقط؟ هو اللي بياخد التدريب بتاعه التقليدي للترقية. لكنه مش التدريب اللي حضرتك تقصديه، اللي هو لتلقي الخبرات والاستفادة من المهارات المختلفة والتطور التطور التكنولوجي والتعلم التكنولوجي، الذاتي، لا ده لان بعيدا عنه. هقول لحضرتك ليه. هو برضو انا اعذر الوزاره فيه. حضرتك انا لما يكون معايا 10 جنيه، تمام. خلاص ادرب بيها الشاب اللي داخل هيقعد عندي لسه قدامه 20 30 سنه، ولا ادرب بيها الموجه اللي خارج كمان 10 سنين؟ مش عارفة أقول بقى بصراحة، يعني مش عايزة بوجهه أجي على نظر حد اقتصاديه. بصراحة، لأن ده عارفه محتاج حضرتك، تدريب. احنا بنضطر، يعني احنا كمسؤولين عن التعليم بنضطر ان احنا فعلا نيجي على المواجه، بنقصر في حق. بس احنا دكتور بسام دايما محتاجين خبرات الناس دي، محتاجين خبرات المدير، خبرات الموجه، محتاجين الخبرات القديمة ولكن بتطور تكنولوجي حديث. محتاجه اني اخد الكوادر دي زي ما بدي تكنولوجيا حديثه للمعلم، ادي تكنولوجيا حديثه للمواجه ولمدير صحيح، المدرسه، كل واحد في تخصصه. وده أعتقد تكلفة كبيرة جدا على تكلفته عالية في العملية الحق. التعليمية. طيب بس دكتور يعني هو في نقطة اتفضلي سريعا. سريعا، أنا دلوقتي في مجتمع بيسعى للنهوض، فين أولاد البلد اللي معاهم ويقدروا يساعدوا؟ هل تقصدي رجال الأعمال؟ الصياغة، إيه تمام. الصياغة اللي نقدر الوزارة بيها تخلي ده زي ما قدرت إنها تخلي أصحاب المصانع ياخدوا طلابنا وولادنا من التعليم الفني يتدربوا في المصانع عملي وجابوا نتائج رائعة جدا، ليه ما دخلش رجال الأعمال وما دخلش الجهات المانحة الداخلية اللي عندي في البلد أوجه جزء من الاستثمار؟ هل ده ما هو صحيح هيعود عليه كصاحب صحيح، عمل، هيعود عليه، هيخرج له في الآخر طالب اللي أما يتخرج من عندي هيتخرج بالكيفية اللي تنجح له مصنعه. ليه انا ما ساعدش في وقت وده اللي حضرتك النمو؟ بتطالبي بيه الدولة بشكل عام. تدخل جهات المجتمع المدني، تدخل رجال الاعمال للانفاق على تدريب المعلمين. محتاجين ميزانية اكبر بكتير من اللي عندنا لتغطية الاحتياجات التدريبية للمعلمين في كافة المناحي، وما يبقاش بس انا بدرب المعلم على استخدام تكنولوجيا والتدريس بس، انا محتاجة اهتم بالمعلم داخليا، تمام، التنمية الذاتية يعني الداخلية المعلم. رفع الأجور الخاصة بالمعلم حتى الشكل الخارجي ده مهم جدا. في حضرتك تقولي مش كلمة في يعني نهاية أستأذن حضرتك، سريعا يا دكتور محتاج عشان أدرب وقتنا وشك على المعلم على النفاذ. عفوا. ثقته في نفسه، على مهارات التواصل، تمام، على أديله خلفية نفسية للتعامل مع طلابه ومع ذاته. أنا محتاجة المهارات الشخصية، محتاجاها تدخل ضمن خططي التدريبية. تمام، يعني فقط مش التدريب على التطور التكنولوجي ولكن التدريب أيضا على الثقة بالنفس وعلى مهارات شخصية. تنمية المهارات بشكل عام. دكتور ابتسام عبد التواب، خبير تربوي تدريبي، عفوا، شرفتينا ونورتينا. شكرا ليك يا فندم. شكرا شكرا ليك ليك حبيبتي. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا من حديث التعليمية. رب نكون وفقنا في تقديم حلقتنا النهاردة الخاصة بالتعلم الذكي وأيضا بتعليم المعلم وخضوعه للتعليم الذكي عن طريق الدورات التدريبية المكثفة لقبل المعلم، وده أعتقد أنه هيساهم في تطور العمليات التعليمية بشكل عام. دايما انتظرونا موضوعات جديدة وحديث جديد كل يوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.